السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم غنوجدوا معكم كونفيتور ديال الفخيز، كيجي رائع. غنحتاجوا الفخيز مقطع على هذه الطريقه، انا خليته وحيده غنقطعها معكم باش تشوفوا كيفاش. هكا كناخذوا الفريزه كنقطعوها هكا، غناخذ السنيده دابا غادي نديرها في الفخيز جوج سوايع حتى لثلاثه سوايع مع السنيده بما ذابت. كل كيلو ديال الفخيز كيحتاج كيلو الا ربع ديال السنيده، انا هنا درت 3 كيلو ديال الفخيز، يعني درت 2 كيلو وربع ديال السنيده. غندير السنيده غادي نحركها شويه، ملي كتخليه من جوج سوايع لثلاثه السوايع كيجي الكونفيتور لونو زوين وكيجي خاتم، الا بقى اكثر راه كيجي لونو غامق مع كيطلق الماء بزاف. بعد ما حركناه نغطيو عليه المده اللي قلت لكم من جوج سوايع حتى لثلاثه السوايع ونطلقها. ودابا من بعد ما دازت جوج سوايع كيف ما كتشوفوا هي السنيده ديالي راه ذابت وطلق الماء، غادي نشعل عليه عافيه تكون مجهده شويه، ما تكونش خفيفه بزاف حتى تيغلى ونقص عليه. ودابا كيف ما كتشوفوا بدا كيغلى لينا الكونفيتور ديالنا. دابا نبداو نحركو مره ما نغطيوش عليه باش ما تفيضش. ومني كتبدا الكشكوشه تجمع بحال هكا كيف ما كتشوفوا كنعرفوه راه قرب يطيب لينا، كنحاولوا نحيدوها غير بشويه نحيدوها هي ما نخليوهاش في الكونفيتور باش يطول لينا. وفيما كتجمع لينا الرغوه كنعاودوا نحيدوها كيف ما كتشوفوا. انا يلا حيدتها دابا هاد شويه هذا، عاودت تجمعات بدات كتجمع عاوتاني، نبقى نحيد غير بشويه فيما تجمع ليا شي حاجه مزيان نحيدها حتى ما تبقاش عندي. كيف ما كتشوفوا راني حيدت الكشكوشه كامله وما بقاتش كتكون ليا، هانتوما كتشوفوا صافي دابا راه كنعرفوه راه طاب. صافي دابا الكونفيتور ديالنا واجد، غنطفيو عليه نخليوه يبرد حتى يبرد مزيان ونديروه في قريعات ونديروهم في الثلاجه. وبعد ما بردوا ليا القريعات ديال الكونفيتور خرجتهم من الثلاجة، نتشارك معكم كيفاش كيجي ولا أروع، خالي من المواد الحافظة. هانتوما 3 كيلو راه خرجت ليا بالضبط 10 القريعات بحال هادو. هاهو كيفاش كيجي، كيجي زوين بزاف، نتمنى تجربوه سورتو انه خالي من المواد الحافظه وكيبقى عندكم في الثلاجه حتى العام. خاصكم غير ما تخرجوش من الثلاجه القرعه اللي استعملتوها تبقاو تخرجوها بالوحده بالوحده. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، بسلام عليكم.